زي كل سنة إيفون حب تفرح قلب بهية. في ناس يهمها تشوف فرحتنا، كانت معانا في كل خطواتنا، ناس قادرة تحلل الأيام وبالفعل مش بالكلام، لهم تأثير كده في حياتنا. ممكن بحاجات بسيطة تعمل كتير، كل الحكاية تقدم حب كبير، والوقت الصعب ده هيعدي نقدر على أي تحدي. انتي وانا قد التغيير، انتي جميلة انتي معنى العيلة، عشر سنين طويلة وسندي في الحياة، وبكرة أحلى بيك الدنيا تحلى، لو ليل في حياتنا اللي بنفرح معاه. انتي جميلة انتي معنى العيلة، عشر سنين طويلة وسندي في الحياة، وبكرة أحلى بيك الدنيا تحلى، لو ليل في حياتنا اللي بنفرح معاه. احنا معاكي دايما بروحنا وقلبنا، نرسم أمل ونحلم ببكرة مع بعضينا، وترجعي البسمة تاني تفرحي عشانك وعشاني، ده انتي الأمان لينا كلنا. انتي جميلة انتي معنى العيلة، عشر سنين طويلة وسندي في الحياة، وبكرة أحلى بيك الدنيا تحلى، لو ليل في حياتنا اللي بنفرح معاه. انتي جميلة انتي معنى العيلة، عشر سنين طويلة وسندي في الحياة، وبكرة أحلى بيك الدنيا تحلى، ده قليل في حياتنا اللي بنفرح معاه. إيفون دايما واقفة مع كل ست مصرية، علشان كده قررت إنها تشارك معاكو نسبة من مبيعاتها لدعم مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان. إيفون، أنت جميلة.